السلام عليكم خوتنا، اليوم جانا هذا اخونا 14 ولاية تيارت الله يعلم، يعني عنده موتور في تي كان يدور 3 سلندر، يعني كي بدينا نفيريفيو التشخيص تاعنا لقينا بلي سيلندر ان ما يخدمش نورمال، يعني كيما كنت قلتلو لا راه يبان لكم دوات كيلبيتور كامل راه ناصب، هذا المشكل اللي راني لقيته. علاش باسكو لي بولون هنايا راني لقيت هذا البولون طاير، هذا البولون اللي جاي هنايا اللي يقول هذا طاير قام بلاصتو، يعني هذا المشكل خونا قالك عاودت لها صوالح راكم تشوفو المشكل اللي لقيتو خونا هذا. بالنسبة للمحرك هذا الفي تي ما يتخدمش بالزهر، هذا يتخدم بسكانر، يتخدم بتاويلو، يعني اللي ما عندوش تاويل ماذا به يفيتيه المحرك هذا باسكو يتعبش، باسكو ما يحبش كيما راكم تشوفوا الخيط هذا كيما مقلع، ما يحب الصوالح هذا الفي تي. ونصيحة أنا لكم، يعني الواحد اللي ما عندوش سكانر في المحرك هذا يفيتيه ماكسيموم. حنا خوتنا بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.